ناخذ نراجع اساسيات الدي سي موتورز. الرمز الاساسي اللي نستعمله للدي سي موتور بنستعمل عندنا هون، هذول عشان نرمز للبرشز، لانه الدي سي موتور عندي الكونكشنز اللي بوصلها مع مع الفريم لازم تروح وتوصل للروتر، فلازم يكون في عندي برش وفي عندي كوميتيترز. هذول الرمزين بيرمزوا للبرشز، هذا الرمز وهذا الرمز بيرمزوا للبرش. البرش اللي هي عباره عن قطعه كربونيه مضغوطه عن طريق زنبرك، زنبرك بيضغطها على الكوميتيرز السيجمنت اللي هي ماده معدنيه. فمين اللي بنهري اول؟ برش، لانها ماده كربونيه زي الجرافيت. ولذلك بقدر من كل فتره لفتره، طبعا هاي مضغوطه بالزنبرك عشان لما تنهري تضلها تنزل وتضلها ضاغطه على الكوميتيتر سيجمنت. ولذلك بكل فتره وفتره ممكن ابدل البرش هاي بالماده الكربونيه، ببدلها بالجرافيت جديد قطعه جديده، ومفروض اني ما اثر على الكوميتيتر سيجمنت. من الاسم طبعا هو دي سي موتور، ففي عندي هون في ارمتشر او في سورس من هون، ولازم يكون في عندي اكسايتيشن. اذا كانه سيبريتلي اكسايتد، هذا المحرك هون سيبريتلي اكسايتد. زي ما انت حكيته في انواع مختلفه، ممكن يكون سيريز، ممكن يكون كومباوند، ممكن يكون شنت، وممكن يكون سيبريتلي اكسايتد. اللي بهمنا احنا بشكل رئيسي اكثر شيء هو سيبريتلي اكسايتد. سيبريتلي اكسايتد يعني انا طلعت التيرمينالز تبعون الفيلد وفصلتهم، فراح اعمل لهم اكسايتيشن منفصل عن الفي اي، راح ابدا اغير الفي اي وراح اثبت الفيلد منهم. فاذا حطينا احنا هون طبعا الفيلد، رغم انه هو عباره عن كويل، في له ريزيستنس راح نسميها ار فيلد من هون، وهون عندي راح احط في فيلد بين هون وبين هون. قديش اي فيلد الكرنت اللي راح يمر في الفيلد؟ طب والاندكتنس؟ ليش ما بيتاثر الاندكتنس؟ تمام، اذا قديش الامبيدنس تبعت الاندكتنس راح تكون بالحاله هاي؟ زيرو، لانه الفريكونسي زيرو، مش هيك؟ راح احط دي سي انا هون، اذا حطيت دي سي من هون انيشالي راح يكون في رايز تايم للكرنت لحد ما يزيد، بس لما يوصل ستيدي ستيت فاليو هاي راح يصير الفولتج دروب عليها زيرو، الفولتج دروب على الريزيستنس. هم طبعا في داخل الفيلد ما في اندكتر لحاله وريزيستر لحاله. ها؟ هو كويل، بس احنا عشان الموديل شو بنعمل؟ بنفصل الريزيستنس وبنطلعها بس لغرض الموديل، بس هو ما في اندكتنس على جهه وريزيستنس على جهه. اوكي ماشي، واضح. هم قطعه واحده، الكويل نفسه لما بلفه بعطيني الكويلز هذول الاندكتنس وبعطيني ريزيستنس من هون، والكرنت هون اي فيلد. اي فيلد راح يساوي في فيلد على ار فيلد من هون، راح يتكون عندي ماجنتيك فلكس. راح يتكون عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي اللي هي راح تاثر على هذا السيستم وتعطيني تورك. هون عندنا روتر في داخل في داخل المحرك، عندنا الروتر. الروتر هو اللي بنسميه ارمتشر. فلاحظوا الموفينج بارت في الدي سي موتور بنسميه ارمتشر، في الدي سي في الاي سي موتور بنسميه روتر. خلص هاي تسميات تاريخيه. فصفى الروتر اللي بلف في داخل الاندكشن موتور هو اسمه الارمتشر، وحتى اوصل له لازم يكون في عندي كونكشنز. الكونكشنز هاي هي اللي بتوصل الكهرباء للروتر الموجود في الداخل. عندي الموديل تبع الارمتشر، في عندنا ال اي، رغم انه هاي بس بنهتم فيها بحاله الترانزنت، ما بتهمني بالستدي ستيت. اذا بدي اعمل دايناميك موديل، بدي اعمل دايناميك سيستم، دايناميك موديل للدي سي موتور، بتهمني ال اي لانها بتعطيني بول. اوكي، البول هذا هو واحد على ال اي على ار اي. هون عندي ار اي، ار اي هي الريزيستنس تبعت الارمتشر، فعندنا الريزيستنس تبعت الارمتشر والاندكتنس تبعت الارمتشر ان سيريز مع ايديال، مع ايديال موتور، او هون راح يصير يشتغل كجنريتر، فراح يعطيني باك اي ام اف. هذا بنسميها في بي، خلينا نحط الفي اي بشكل واضح هون. فهي الفي اي هي او في اس من السورس، وهي راح نسميها في ارمتشر او في باك اي ام اف. هلا خلينا نطلع على فكره عمل المحرك. اذا عندي هاي الارمتشر، الارمتشر راح يكون امبيدد فيها كوندكترز، والكوندكترز راح يكونوا امبيدد بهذا الشكل في الارمتشر. عندنا
الفيلد في الحاله هاي الكتروماغنت راح يعطيني حاطيني مثلا نورث بول هون وساوث بول هون. بدنا نتذكر دائما في داخل اي محرك في بداخله جنريتر، وبداخل اي جنريتر في محرك. لما يبدا يشتغل هذا المحرك في داخله في جنريتر، الجنريتر بحاول يقاوم الكرنت الاصلي او الفولتج الاصلي اللي سبب الكرنت. راح نشوف هلا كيف. هلا راح ينشا عندي هون حسب قاعده اليد اليسرى راح ينشا عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي. هذه ماجنتيك سيركت مزبوط، ماجنتيك سيركت. اذا انا حطيت الكويل اللي موجود هون، الكويل اللي موجود هون اعطاني اتش ماجنتيك فيلد سترينث. ماجنتيك فيلد سترينث، ماجنتيك فيلد سترينث او ماجنتيك فيلد انتنسيتي اللي هي اتش، واللي هي امبيرز بير متر. مظبوط. هاي الماجنتيك فيلد سترينث اللي موجود راح ياثر على هاي دائره مغناطيسيه، مظبوط مش هيك؟ مش هاي الدائره المغناطيسيه ماجنتيك فلكس. الماجنتيك فلكس راح يمشي بهذا الاتجاه، وهذول بنعمل لهم لامينيشن مظبوط. هذا بنعمله عشان ايش؟ بنعمل لامينيشن عشان اخفف من الايدي كارنت لوسز، بدي اخفف من الايدي كارنت لوسز الموجودين. فهذول راح يكونوا عباره عن صفائح، وهاي راح تكون عباره عن صفائح محطوطين جنب بعض، وهاي راح تكون عباره عن صفائح محطوطين جنب بعض. واذا بتطلع عليهم راح تلاقي الصفائح هاي ملزقه ببعض بس في بينها عازل، عشان ما يقدر الايدي كارنت يكتمل الكرنت تبعهم الباث تبعهم من هون. راح ينشا عن اتش على الريلاكتنس تبعت هاي الماجنتيك سيركت. تتذكر دائما انه في عندي ماجنتيك سيركت اذا حطيت كويل زي هيك، الكويل هذا في له ماجنتو موتيف فورس، زي في الدائره الكهربائيه في عندي الكترو موتيف فورس، وفي عندي هون ريزيستنس، وفي عندنا هون كرنت. بنفس الطريقة في الدائرة الماجنتيك سيركت في عندي ام ام اف اللي راح ارمز له بالرمز فاي، او ممكن افكر ب اتش اللي هو الماجنتيك فيلد سترينث. الام ام اف اللي نشا عندي هون الماجنتو موتيف فورس تحاول ينشئ فلكس هون. ايش اللي بيقاوم الفلكس؟ الريلكتنس تبع هاي الدائرة، زي ما ريزيستنس قاومت هناك. وراح ينشا عندي في هذه الدائرة اللي موجودة هون فلكس، والوحدة تبعته وي. اوكي؟ فصار عندي فاي على ار، عفوا ام ام اف على ار، ام ام اف على ار راح تعطيني الفلكس فاي. اوكي؟ زي ما عندي هون في او اي ام اف على ار راح تعطيني ار. اوكي ماشي واضح؟ اوكي؟ فهذه عندي هون ماجنيتو موتيف فورس، الماجنيتو موتيف فورس راح تأثر على هاي الدائرة المغناطيسية. كل ما زادت الممانعة اللي موجودة هون راح يصير أصعب إنه يمر فلكس. إحنا هون طبقناها بنفس الطريقة هون، جبنا هذا الكويل الموجود هون ال ال اف ولفيناه حوالين هاي الدائرة اللي موجودة، هذه القطعة اللي موجودة هون. مش مر كرنت هون؟ الكرنت هذا راح يحاول يعمل هلا. راح يكون في عندي ام ام اف، الام ام اف بيساوي ان في اي، هي عدد اللفات والكرنت اللي مررته فيه هون، اللي هو بالحاله هاي اي اف. راح ينشا عندي هون ماجنيتو موتيف فورس. طبعا هاي الدائره المغناطيسيه في جاب هون، اير جاب، راح تعطيني ممانعه عاليه، ولذلك بهمني هاي المسافه شو تكون؟ اصغر ما يمكن، يعني هاي الاير جاب بدها تكون بس اتاكد انه لو صار حركه بسيطه ما يضرب هاي القطعه في هاي القطعه، ما بدي اياها تكون كبيره، بدي اياها تكون اقل ما يمكن. انه كل ما قللت هاي المسافه الجاب اللي موجوده هون راح تخف عندي ار ريلكتنس، واذا خفت ار او الممانعه راح يزيد عندي الفلكس اللي ناتج. طبعا انا ممكن كمان ازيد ام ام اف، اذا بدي ازيد ام ام اف شو بدي ازيد؟ عدد اللفات او الكرنت اللي موجود هون. يا بزيد حتى ازيد الفلكس اللي موجود، يا بزيد عدد اللفات اللي موجوده هون، يا بزيد الكرنت، يا بقلل الممانعه الموجوده هون. حتى اقلل الممانعه الموجوده هون بدي اخلي هذا الكور اكبر، اذا خلصت الكروس سكشن اريا تبعته اكبر بصير الممانعه تبعته اقل. زي الريزيستنس، الريزيستنس كيف بخفف الريزيستنس في دائره او في قطعه؟ اذا زدت الكروس سكشن اريا تبعتها او قللت طولها. اذا راح يمشي عندي فلكس هون وطبعا راح تكتمل دائرته في
بطريقة ما بدك تكتمل الدائرة من هون في الهاي، ما فيش حل ثاني، ما في حل ثاني إلا إذا سكرت هاي الدائرة المغناطيسية. رح تكمل هون. هلا ليش بهمني هذا الفاي؟ ليش اشتغلت وتعبت على هذا الفاي؟ عشان إيش أعمل؟ ليش عملنا فاي ماجنتيك فلوكس؟ عشان تمانع. عشان تمانع. لا لا خلصنا الممانعة والهذا ونشا عندي فاي. ليش تعبت حالي؟ ليش جبت هاي القطعة وحطيت هون كويل ومررت فيها كارنت؟ عشان ايش اعمل؟ ليش بدي فاي؟ بدي تورك. تمام، حتى ينشا عندي فورس او تورك لازم يكون عندي تو اليمنتس، مش هيك؟ ايش هم الاليمنتس اللي بنشا عندي؟ هاي قاعدة اليد اليسرى. حتى ينشا عندي فورس ايش لازم يكون عندي؟ كارنت وفلوكس. بي او بي اللي هو الماجنتيك فلوكس دنسيتي او فاي، مزبوط. بنشا عندي عمودي على البلين اللي هم التنين موجودين فيه، ايش راح ينشا؟ فورس. والفورس راح تشتغل على كل سلك من هذول الاسلاك، راح يصير في عليه فورس، وهذا السلك راح تشوف انه هاي الفورس راح تكون تانجنشال للدائره هاي. بهمني انها تكون تانجنشال، لانه شوفوا ايش راح يصير بالفلوكس. هلا الفلوكس اللي راح يمشي هون خلينا نحطه بلون ثاني. الفلكس اللي بنشا عندي هون هلا بحطه باللون الاحمر، راح يجي اتجاهه زي هيك، راح يكون عمودي على الاير جاب، والفلكس هذا راح يكون عمودي على الاير جاب، وهذا راح يكون عمودي. وهي نقطه مهمه انه عمودي على الاير جاب، راح تشوف ليش. عشان الفورس تكون تانجنشال، واذا الفورس كانت تانجنشال كلهم بيساعدوا في التورك. هلا ناخذ واحد من الاسلاك هذول، لاحظ تطلع واحد من الاسلاك هذول، الكرنت وين اتجاهه؟ وين اتجاه الكرنت اللي راح امشيه بالسلك؟ احنا قلنا بدنا عنصرين، انا ما خلصت بالفاي، ايش لازم كمان اعمل؟ هي عندي وين الفاي؟ هاي الفاي مش هيك؟ وهاي الالكتريكال. هذا الكرنت بده يكون عمودي على الصفحه داخل، سواء داخل او طالع، حتى بحسب ما هو اذا بدي كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز. راح امرر الكرنت بهذا السلك، خليني افترض انه الكرنت بهذا السلك طالع من الصفحه. اوكي؟ إذا عندي كرنت طالع من السلك، وبعدين عندي فلكس جاي بهذا الاتجاه، لأنه هي نورث ساوث نورث. خلينا نطبق الآن القاعدة ونشوف إذا بنتج عندي فورس وإيش الاتجاه الفورس اللي بنتج نور. قاعدة اليد اليمنى هي الموتور إفكت، قاعدة اليد اليسرى هي جنريتر إفكت. ناخذ قاعدة اليد اليسرى اللي هي عندي هون، الماجنتيك فلكس هو السبابة، الوسطى هي الإلكتريك، فالإلكتريك راح يكون طالع من الصفحة مش هيك؟ الكرنت طالع من الصفحة والفلكس بهذا الاتجاه، إذا وين راح يكون الفورس؟ راح ينشا عندي فورس بهذا الاتجاه، ولاحظ إنه تانجنشال، كلهم تانجنشال. شو اللي خلاهم تانجنشال؟ إنه الفلكس جاي عمودي على الإير جاب، فراح ينشا عندي فورس هيك، وراح ينشا عندي فورس هيك، وراح ينشا عندي فورس هيك، وفورس هيك، وفورس هيك، وفورس هيك، وفورس هيك. فكل هذول اللي واقعين تحت هذا النورث بول ايش لازم يكون اتجاه الكرنت فيهم؟ عمودي طالع من الصفحه. كلهم هم كلهم عمودي لانه هيك محطوط السلك، بس يكون داخل في الصفحه ولا طالع من الصفحه؟ كلهم بدهم يكونوا طالعين من الصفحه هيك. اذا كل هذول بدهم يكونوا ماشي، واضح الهاي. هلا اطلع على الفلكس، الفلكس راح يكمل يعني خطوط المجال. لو عندك برنامج، في برامج بامكانك تحلل هذا السيستم تعمل عليه اف اي، راح يعطيك قيمه الفلكس او بي الماجنتيك فلكس دنسيتي عند كل نقطة. بس نفترض انه هاد بيعمل هيك وهذا بيعمل هيك، عمودي كمان على الاير جاب اللي موجودة هون. اوكي؟ خلينا نشوف هلا شو بصير عندي هون، خلينا نطلع على الجهة هاي اللي موجودة هون. هلا احنا بدنا اذا الفورسز هدول كلهم هيك تانجنشال، وين بدنا الفورسز هدول؟ بدنا اياهم يكونوا هيك، مزبوط؟ لانه اذا كانوا هيك ما استفدنا، هدول راح يلغوا هدول اللي موجودين هون، فبدنا اياها تكون هيك بهذا الاتجاه. خلينا نشوف ايش الكرنت اتجاهه لازم يكون حتى ينشا الفورس تكون هيك عند هاي النقطة مثلا. هلا الفلكس عندي هيك، مزبوط؟ هاي الفلكس، وانا بدي الفورس هيك لو اخذت هذا اللي بالنص، اذا وين لازم يكون الكرنت؟ داخل بالصفحة. اذا هاي راح اخذها واحطها هون. المشكلة هلا اذا هذا راح ينطبق على هذول كلهم، مزبوط؟ اذا ايش لازم اعمل؟ اي سلك بعبر النيوترال اكسس ايش لازم الكرنت يعمل فيه؟ ولازم ينعكس في اللحظه اللي هو بعبر فيها، ما بقدر اعكسهم كلهم مع بعض. يعني كل سلك
في اللحظة اللي بعدي فيها نيوترال اكسس، خليني احط نيوترال اكسس، احط سنتر لاين هون، هاي نيوترال اكسس اللي هو النقطة اللي بنتقل فيها من نورث بول لساوث بول او من ساوث بول لنورث بول، مزبوط. اي سلك من الاسلاك هدول في اللحظة اللي بعبر فيها نيوترال اكسس لازم ينعكس اتجاه التيار فيه. عملية عكس التيار ايش بنسميها؟ كوميوتيشن. إذن كوميوتيشن هي بنسميها هي عملية عكس التيار في السلك في اللحظة اللي السلك هذا بعبر فيها. لاحظ المشكلة أنا ما بقدر أعكسهم كلهم بنفس الوقت، بدي أنا بكل واحد حسب الوقت اللي بناسبه بدي أعكس له السلك. مين بعمل عملية الكوميوتيشن هاي؟ لا مش البراشز. مين اللي بعمل عملية العكس بحيث إنه هو البراشز مهمة عشان التوصيل، بس البراشز مش هدفها العكس. إيش الهدف من البراش؟ هتوصل ما بين شيء ثابت وشيء متحرك، مزبوط. يعني هذا الاشي اللي عماله بيتحرك، كيف بدي اخذ منه كونتاكت وهو بيتحرك؟ اذا لزقت السلك ولحمته شو راح يصير بالسلك بالاخر؟ راح ينقطع، مش هيك؟ اذا حتى انا اقدر اخذ من اشي ثابت لاشي متحرك ايش بدي؟ بدي برش. البرش صحيح على هاي، بس هلا بدي اشي يعكس اتجاه الدوران. ايش هو اسمه؟ كوميتيتر. اسمه كوميتيتر عشان ايش يعمل؟ كوميتيشن. كوميتيتر وهم بيجوا على شكل سيجمنتس. سيجمنتس قطعة. شوفوا صورة، هلا بفرجيكم صورة إذا موجودة، بفرجيكم صورة كيف الكوميتيترز بكونوا على شكل سيجمنتس، وعددهم رح يكون له علاقة بعدد الأسلاك اللي هون، لأنه كل واحد من الكوميتيترز سيجمنتس هذول اللي موجودين هون، الحز، كل واحد من الحزوز هذول هو اللي راح يتكفل انه يعكس اتجاه التيار في هذا السلك عند هذيك النقطه. ولذلك الكوميتيتر سيجمنتس راح تلاقيهم مركبين هون، وهو الروتر بلف او هو الارمتشر بلف. ايش بيعمل الكوميتيتر سيجمنت؟ كمان هو بلف. الكوميتيتر سيجمنتس على ايش ضاربين؟ على ايش ماسكين؟ على البراشز. اوكي، هلا بتشوفوهم بشكل اوضح، بنشوفهم بشكل اوضح بصوره من هون. اذا عمليه الكوميتيشن معناه، ولذلك كلمه الكوميتيشن بتشوفوها بالباور الكترونكس كمان، مش هيك؟ شو كنا نعمل؟ كنا ننتج عكس اتجاه التيار او ينتقل التيار من باث لباث، مزبوط، من الدايودز 1 و4 للدايودز 2 و3 في الريكتيفاير. عمليه الكوميتيشن هي عكس التيار او تغيير مسار التيار من مكان لمكان. اذا انا بدي طريقه معينه، بدي الاقي طريقه معينه، الفلكس تكفلت فيه ما في مشكله، هي الفلكس جاهز، والفلكس على فكره راح يضل ثابت. بعد ما انت تبدا ترفع التيار هون اي اف لقيمه معينه، ومين اللي اقترح انه بحط مقاومه متغيره؟ اذا انت بدك تغير قيمه الفلكس او تجيب قيمه الفلكس بالضبط اللي بدك اياها، بتحط هون مقاومه اضافيه خارجيه، هذه غير ار اف. ار اف وين موجوده؟ في الداخل، هاي جزء من الكويل اللي لفيته. بس انا اذا بدي ارد انزل قيمه هذا عشان يكون مناسب للقيمه اللي بدي اياها، ممكن احط مقاومه خارجيه واغيرها لحد ما اجيب اي اف اللي بدي اياها منها. اي اف شو اعطاني؟ اعطاني الماجنيتو موتيف فورس، ضربت ان في اي، مزبوط، ضربت عدد اللفات في الكرنت اللي مار، اعطاني ماجنيتو موتيف فورس. وحده الماجنيتو موتيف فورس ايش؟ لا اللي هي راح تكون يعني امبير تيرنز، اذا بدك تيرنز ما لهاش معنى، ممكن تسميها امبيرز، ممكن تسميها امبير تيرنز. اوكي، انسى هلا اتش للحظه، بعدين نحكي عن اتش. فانا حطيت ماجنيتو موتيف فورس بتشبه الالكترو موتيف فورس. الماجنيتو موتيف فورس ايش اللي بيقاومها؟ اللي بيقاوم المغنطه، الماده الريلاكتنس اللي موجوده هون، اللي هي هذه الار، وهي الار تتناسب مع طول الكويل، مع طول الكور، وعكسيا مع الكروس سكشن. كل ما كبرت الكروس سكشن الاير راح تصير ممانعه اقل، اسهل انه يتمغنط زي الريزيستنس العاديه. ومع ايش بتتناسب كمان عكسيا؟ مع ميو. عكسيا مع ميو، لانه ميو كل ما زادت معناها الماده قابلة أكثر للمغنطة، ولذلك الحديد له ميو ريلاتيف عالية، أو الكوبالت أو النيكل، ولذلك R تساوي L على A ميو. ميو في L على L. يزيد مع L. لاحظ إنه ميو مش زي الرو في الريزيستنس، هي زي سيجما. كل ما زادت ميو معناها المادة قابلة للمغناطيس، ولذلك احنا شو بنستخدم في الدائرة المغناطيسية؟ ما بنستخدم كوبر أو ألومنيوم، ايش بستخدم؟ مادة فيروماجنتيك، مظبوط، حتى تكون ميو إلها عالية، زي الحديد مثلا أو الحديد 2000 مثلا، ميو ريلاتيف، ريلاتيف بيرمابيليتي، فهمت تبعت المادة؟ وإيه؟ هلا طبعا أنا إذا بقدر المشين هاي أكبرها وأزيد إيه فيها،
مش هيك بتحسن عندي مزبوط بتخل المواد بس شو التكلفه اللي بدفعها الثمن اللي بدفعه عندي حديد اكثر وزن اكثر وحجم اكبر للمحرك فبقدر ليش بدي ازيد فاي ليش بدي انقص ار عشان ارفع فاي واذا رفعت فاي شو بعطيني ولذلك واذا صار عندي فلكس اكثر شو بصير عندي تورك تمام اوكي ولذلك راح تلاقي عاده المحرك بتناسب حجمه وسعره مع التورك اللي بعطيني اياه عاده بتناسب حجمه وسعره مع التورك اللي بقدر يعطيني اوكي